في هذا الجزء من المنصة إلى الفصل الدراسي مع ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه، سنتحدث عن التحديات التي ستواجهنا أو هي تواجهنا حقيقة في هذه الفترة من الانتقال ما بين المنصة إلى الفصل الدراسي. وأول هذه التحديات وأهمها هي التحديات التي تواجه الطالب نفسه. الطالب أو الطلاب ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه تواجههم حقيقة مجموعة كبيرة من التحديات، أهمها هي مسألة الانقطاع الطويل. 636 يوم حتى الآن مدة الانقطاع عن البيئة المدرسية، عن البيئة الفصلية، عن الفصل التعليمي التقليدي، عن الطاولة والمقعد، عن المعلم والتعليم المباشر. 636 يوم من الاسترخاء، 636 يوم من عادات سلوكية بعضها جيد وغالبها سيء، عادات غذائية غير منضبطة، عادات نوم غير منضبطة، عادات علاقات غير طبيعية في خلال فترة تراوحت ما بين السنة والنصف وشارفت على السنتين. 636 يوم من الانقطاع لها تداعياتها على الفكر، على السلوك، على النفسية، على العلاقات، على أمور كثيرة جدا، وأهمها موضوع التفكير. 636 يوم من الانقطاع أثرت على ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه، وخاصة في الفترات التي كانت تلزم الحجر المنزلي وعدم الخروج، وحتى الآن عمليا لا يوجد انفتاح في مسألة اللعب أو الخروج إلى الملاعب العامة، أو هناك حذر شديد ما زال في هذه النقاط. كذا بالنسبة للانتقال للمدرسة، 636 يوم من التعليم أونلاين أو التعليم غير المباشر عن طريق المنصة، المنصة التي تعطي للطفل التواصل فقط في اتجاه واحد. هذا يعني أنه يستطيع أن يقطع هذا التواصل، لا أقصد يقطع الاتصال بالمعلم أو بالفصل أو بالمنصة، ولكنه يغلق الكاميرا ويغلق المايك ويفعل ما يشاء. لا يمكن للمعلم أن يشعر بما يشعر به هذا الطفل، لا من إزعاج ولا من بيئة ولا ماذا يحدث حوله ولا أي أمر من هذه الأمور إطلاقا. المعلم هو فقط يعتقد بأنه كما أراكم الآن، أعتقد بأنكم تسمعونني في بيئة مثالية، وهذا غير حقيقي وغير صحيح، لأن معظم الأطفال هم يجلسون في منازلهم ضمن مجموعة لا متناهية من المثيرات السمعية والتلوث البصري، وكذا بالنسبة للمثيرات الشمية، ويشم ما يطبخ في المنزل ويحس بدرجات حرارة متفاوتة، قد يجلس في مكان بارد وقد يجلس في مكان حار وقد يجلس في مكان غير جيد الإضاءة أو جيد الإضاءة، مكان مريح أو غير مريح، أمور كثيرة جدا لا يستطيع المعلم أن يتحكم بها لا من قريب ولا من بعيد. أمر آخر أثر على هؤلاء الأطفال أو سيؤثر عليهم أو بدأ التأثير حتى على المنصة، وهو عملية تغيير المناهج. هناك تغيير لأكثر من 34 منهج جديد، 89 منهج مطور، 120 ألف تعديل على مناهج موجودة. هذا يعني أننا بصدد حالة تعليمية جديدة شبه بالكامل، يعني أن لدينا عدد كبير جدا من المناهج وطرق التدريس والعرض والتنظيم والمعلومات، كلها يجب أن يعاد هيكلتها، وقد تكون بعضها مرتبط وفي الغالب هي بعضها غير مرتبط بما هو غير موجود، وخاصة المناهج الجديدة لأنها مستحدثة أصلا، فبالتالي الأطفال هم غير مهيئين لمثل هذه المناهج الجديدة ولم يبدأوا معها سابقا، لا قبل المنصة ولا أحيانا في بداية المنصة.
نظام تعليمي جديد، ثلاث فصول دراسية، اختلف التقييم، اختلف التقويم، اختلف العرض، مدة العرض اختلفت، طريقة أو مدة الدراسة وتوزيع الأيام الدراسية وتوزيع المنهج الدراسي وتوزيع طريقة أو تقسيم المنهج الدراسي وطريقة عرضه اختلفت تماما. بالنسبة للأطفال الذين لديهم خبرات سابقة، هذا ستكون خبرة جديدة. أما بالنسبة للأطفال الذين ليس لديهم خبرات سابقة، على سبيل المثال طلاب الصف التمهيدي والأول والثاني الابتدائي، لأنهم هؤلاء هم جيل كورونا، هم جيل بدأ التعليم لمدة أسابيع أو أشهر قليلة جدا في بداية الأزمة وانقطع 636 يوم حتى الآن، وبالتالي يجب أن نأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار عندما ننتقل من المنصة صاحبة الحرية المطلقة، صاحبة الاسترخاء الكامل، صاحبة العنوان الذي يقول افعل ما شئت فإني لا أراك ولا أسمعك، إلى الانضباطية الكاملة، إلى الفصل الملتزم، إلى الجلوس على مقعد وكرسي وأوقات طويلة جدا. يكاد أجزم بأن خلال 636 يوم حتى الأيام التعليمية على المنصة بأنه لا يوجد هناك طفل مر على التعليم قد جلس أكثر من 15 إلى 20 دقيقة بشكل متصل تماما. هو حتى في جلوس حتى الملتزمين منهم يتحرك يمنة ويسرة، ويمكن أن يشرب أو يأكل أو يتحرك أو يذهب أو يعود أو حتى الملتزمين، فما بالك بذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه. كثير منهم لم يكن يلتزم بأكثر من دقيقة إلى دقيقتين، وبعضهم كان يضع علامات معينة وبطريقة معينة حتى لا يقف أمام المنصة ولا يجلس أمام المنصة إلا عندما يطلب شخصيا، عندما ينادى على اسمه بداية الحصة أو نهايتها أو في وسطها، وهو يعرف ذلك بطريقة جدا مميزة، وبالتالي يستطيع أن يتعامل بنوع من التلاعب مع المنصة بشكل أو بآخر. النقطة الأخيرة في هذا الأمر أو في هذا الجزء ما يتعلق بالتحديات التي تواجه الطالب هي الاحترازات الصحية. الاحترازات الصحية بالنسبة للأطفال بشكل عام، إذا تتذكروا أن كل الأطفال كان غير مطلوب منهم أن يكونوا أن يلبسوا كمامة، ومنعوا في فترات طويلة من دخول الأسواق، ومنعوا من الخروج والآخر. عندما نعود إلى الفصل الدراسي، هل ستكون هناك احترازات صحية؟ في الغالب الكمامة قد تكون أو لا تكون، ولكن احترازات صحية يجب أن تكون مستمرة. عدم اللمس، عدم تبادل الأغراض، عدم الحركة في إطار أو في مساحة متر تقريبا أو أقل أو أكثر، كل هذه الاحترازات الصحية هل يمكن السيطرة عليها عند الأطفال ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه؟ بالتأكيد لا، وهذا واحد من أهم التحديات التي تواجهنا لضبط السلوك في خلال الفترة، وخاصة في بداية العودة، لأن الطفل يكون بحاجة شديدة جدا إلى التفاعل، ويكون بحاجة شديدة جدا إلى الحركة، ويكون بحاجة شديدة إلى الاستمرار في المزاج الاسترخائي الذي كان به. فعمليا الانتقال إلى الضبط والربط الشديد قد يواجه أو يكون تحدي كبير بالنسبة لهؤلاء الأطفال في الانتقال من المنصة إلى الفصل الدراسي. من هنا نبدأ في الحديث عن التحديات التي تواجه المعلم. التحديات التي تواجه المعلم في الغالب هي أولها هو آخر تحدي لدى الأطفال، هو أول تحدي لدى المعلم، التعامل مع تدابير السلامة الصارمة. كيف أكون صارما حازما دقيقا وفي نفس الوقت لا أؤذي هؤلاء الأطفال ولا أجرح مشاعرهم ولا أكون قاسيا عليهم لدرجة أن أكون أضبط السلوك داخل المدرسة، أضبط التباعد الاجتماعي، أضبط الحركة، أضبط عدم التلامس أو الأمور المتعلقة بالاحترازات الصحية، وفي نفس الوقت لا أكون قاسيا شديدا مؤذيا مزعجا لهم. هذه
واحدة من أهم التحديات التي تواجه المعلم بداية العودة إلى الفصل الدراسي. التحدي الآخر هو الصعوبة المتوقعة مع التغيرات الجذرية في المناهج. أنا أجزم أن معظم المعلمين والمعلمات بدأوا برامج تطويرية وتدريبية، لكن في بداية المشكلة، في بداية الحدث، كان هناك نقطة فصل، نقطة أدت إلى صعوبة في التعامل مع النظام الجديد. حتى تتم هذه العملية من التكيف، يمكن أن نقول بأن هناك بعض التغيرات التي يجب أخذها بعين الاعتبار والتعامل معها بمرونة وبهدوء حتى نعتاد عليها وتصبح جزء من النظام التعليمي الجديد. النقطة الثالثة، عملية استمرار دافعية التعلم. إبعاد الملل هو واحد من مرتكزات واجبات المعلم. إذا كان الطفل مالا في فصله فالمشكلة لدى المعلم. إذا كان الطفل ليست لديه دافعية للتعلم فالمشكلة لدى المعلم. إذا كان الطفل يرفض الالتزام أو يرفض الانضباطية أو يرفض التفاعل مع أقرانه أو مع المعلم فالمشكلة حقيقة هي لدى المعلم. لماذا؟ لأننا سنتحدث إن شاء الله في الجزء المتعلق بالحلول الممكنة عن كثير من الوسائل والأساليب التي يمكن أن نتداولها ونتعامل بها حتى نكسر حاجز الملل الذي يعتري الطلاب. النقطة الرابعة هي ضبط السلوك الانفعالي. ضبط السلوك والعودة للمزاج التعليمي من المزاج الاسترخائي الكامل إلى المزاج التعليمي، مسألة الدافعية، مسألة الانضباطية، مسألة التعلم الحقيقي، التعلم ضمن بيئة الصف الحقيقية وليست الافتراضية، لأن الافتراضية كان لها ما لها وعليها ما عليها. لا نريد أن نفصل، ولكن كلنا عاش هذه المرحلة وكلنا يعيشها الآن، وخاصة مع مراحل الابتدائية الأولية. هناك العديد من الصعوبات في ضبط السلوك الانفعالي. لا يمكن للطفل أن ينتقل من حالة الاسترخاء الكامل إلى حالة الانضباط الكامل فجأة. لا يمكن للطفل أن ينتقل من حالة الحرية المطلقة داخل الصف الافتراضي، يأكل ويشرب ويلعب ويفعل ما يشاء، إلى حالة الانضباطية المطلقة لأنه لا يستطيع حتى أن يخرج كتابه أو يدخل قلمه إلا بإذن. هذه الأمور أو ما يسمى بالعودة للمزاج التعليمي، أيضا هذا واحد من أهم التحديات التي تواجه المعلم. آخر تحدي في هذا الشأن فيما يتعلق بالمعلم، أنه سيجد أمامه داخل الصف، لو افترضنا أن هناك 30 طفل داخل الصف، سيجد على الأقل سيجد 3 مستويات متباينة شديدة التباين. لماذا؟ لأن هناك فاقد تعليمي كبير جدا، البعض عالجه، البعض اهتم به، والبعض لم يهتم به، والبعض أهمله بالمطلق. بعض أولياء الأمور كان يهتم فقط بأن الأطفال سينجحون في نهاية السنة أو في نهاية الفصل. بعض الأمهات وأعلمهم وأعرف بعضهم بالاسم والصفة كانوا يؤدون الامتحانات ويؤدون الاختبارات عن أبنائهم داخل المنصة التعليمية، وبالتالي النتائج المتحققة على النظام لا تمثل أو لا تعكس حقيقة الوضع في الفصل الدراسي. فسنجد بدون أدنى شك تباين في الفاقد التعليمي ما بين الطلاب داخل الصف الواحد، وبالتالي هذا واحد من أهم وأخطر التحديات التي ستواجه المعلم في محاولة لرأب الصدع ومحاولة لإيصال الأطفال إلى أقرب ما يمكن إلى حالة التوازن والمستوى الذي هم فيه من الدرجة العلمية أو المستوى التعليمي في الصف الأول أو الثاني أو الثالث. في نهاية هذا المقطع سنتحدث عن التحديات التي تواجه الأم أو تواجه الأسرة.
أكثر تحديات التي تواجه الأسرة، كما تحدثنا عن موضوع الاحترازات الصحية، هناك مشاعر قلق متزايدة من مأمونية إجراءات العودة للفصل الدراسي. كثير من الأمهات قلقة، هل المدارس ستكون معقمة؟ هل المدارس ستكون في حالة جاهزية؟ هل يمكن لأطفالنا أن يعودوا ولا يصابوا بالعدوى ولا يصابوا بحالة على الأقل لو إنفلونزا أو كورونا أو غيره أو غيره؟ هذه المشاعر يجب أن تطفأ، أو على الأقل يجب أن نتعامل معها بكثير من الحرص والتقبل، وفي نفس الوقت التطمين للوصول إلى أعلى درجات المأمونية. النقطة الثانية هي تهيئة الطلاب أنفسهم. ما حدث في المرحلة الأولى وما حدث في المرحلة الثانية وما حدث في المرحلة الثالثة من انتكاسات، الانتكاسة التي كانت بعد الحجر والانتكاسة التي كانت في بداية العام الدراسي وتأخير الفصل الدراسي والعودة لتأخير الفصل الدراسي مرة أخرى، كل هذه سيناريوهات يفترض أن تكون محتملة. حتى الآن يجب أن نهيئ أبنائنا وخاصة الأطفال، ولا نعدهم بأن ستعود المدرسة وستكون المدرسة هي الجنة وستكون المدرسة هي الملاذ، لا، يجب أن نأخذها بتوازي وبنوع من التوازن. كما نريد لهم أن يتقبلوا العودة بعد هذا الانقطاع الرهيب وكأننا في أول يوم دراسي في الحياة، تذكروا أول يوم دراسي في حياة هذا الطفل، ستعودون إلى ذلك اليوم، سيرفض الذهاب إلى المدرسة وسيرفض، لا نريد أن نشجعه لدرجة أن يتعلق بالمدرسة ومن ثم يفاجأ بأن المدرسة تأجلت أو المدرسة أصبح هناك مسح أو تعقيم أو غياب لمدة يوم أو يومين أو كذا. يجب أن نهيئ أبناءنا لمثل هذه السيناريوهات. النقطة الثالثة هي إعادة تنظيم عادات الحياة اليومية والساعة البيولوجية. أخطر ما يمكن أن يواجه أو تحتاجه الأسرة في هذا التوقيت هو إعادة ضبط الساعة البيولوجية. إعادة ضبط الساعة البيولوجية تعود إلى 636 يوم من النوم غير المنضبط، الغذاء غير المنضبط، الجلوس غير المنضبط، العلاقات غير المنضبطة. نريد أن نعيد تنظيم هذه العادات الحياتية بشكل يساعدنا في الانتقال السلس، وسنتحدث عن هذه الأمور، وهذه لعلها تكون أهم تحدي يواجه الأسرة في فترة الانتقال من المنصة إلى الفصل الدراسي. نقطة أخيرة هي تحويل الأفكار الإيجابية خلال الجائحة إلى قناعات. هذا دور الأسرة، أيضا دور المعلم ودور الجميع، ولكنه في الأساس هو دور الأسرة. يجب أن نحول كل مكتسباتنا خلال فترة الجائحة، مسألة التنظيم، مسألة النظافة، مسألة عدم الزحام عند المقصف وعدم الزحام في الطابور وعدم التلامس والتباعد والتعقيم والنظافة وتطهير المكان، كل هذه عادات إيجابية، عادات رائعة، عادات إذا لم تصل إلى حد الوسواس فهي عادات جد رائعة ومهم جدا أن تستمر. فيجب أن نحول هذه الأفكار التي اكتسبناها خلال هذه الفترة إلى قناعات، إلى سلوك ممارس بطريقة فطرية، بطريقة سلسة، بطريقة لا تحتاج إلى كثير من التكلف. وفي هذا الشأن سنتحدث بمشيئة الله مطولا. شكرا لكم. في الجزء الأخير من هذا اللقاء سنتحدث عن الحلول الممكنة للانتقال السلس من المنصة إلى الفصل الدراسي بمشيئة الله. شكراً.